الربيع طاهر بالبنات، نقول لك من هذا المنظر افرح. كاين على بالك يجيب الطفله الاولى، الزوجه الثالثه بدا واش بيه؟ واش صرا لك؟ هاو كاين اللي ما عندوش خلاص، كاين العقيم اللي ما يولدش، والرجال اللي تحوس عليهم حابوا يسعر رجال والله غير يشيبوك قبل المشيب. والبنات البنات يحوسوا عليك، والولاد يحوسوا على دراهمك وما هوش كيف كيف. قالت واحد البنت لخوها قالت له انتايا انا بابا اديته وديت اسمه، وانت اديت من بابا غير واش الحاج كشما فيها؟ عمره ما قال له واش راك، قال له واش الحاج كشما فيها؟ بصح البنت بابا واش راك؟ بابا رحت للطبيب، بابا الا ماكش قادر نجي ليه. ولهذا النبي واش قال على البنات؟ قال المؤنسات الغاليات. البنات اللي عنده البنات في الدار المؤنسات الغاليات، وصح مؤنسة وغالية. قيمة البنات كاين ناس يستاهلوا، وهذا كان في الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ بصح حنا في الإسلام لا جات عندي فاطمة الزهراء، ومن بعد جات ماريا، جات مراهين، جات جمانة، وجات هالة، وجات حسانة، وين المشكلة؟ وجات فاطمة الزهراء، وين المشكلة؟ بنات ومؤنسات وغاليات. وليدك على بالك واش يخمم لوليدك؟ يخمم التاركة، ويخمم على الكراج، ويخمم يدي البارك، ويخمم يدي الدار، ويخمم ويحب يستوي. تعرف شنو يقول لبنات؟ يقول لهم على بالك انتم بنات وانا يا غير انا والشيخ عطاني. لا انا ما عطانكش، انت ديت. حنا بيناتنا القسمة. وعلى بالك انتم كو برجالكم مسطح الفوقاني والدار هذيك خلاص، واش بيك؟ حبيت ترمس كلش. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله يفتح عليكم جميعا بالخير والعافيه، والله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اهل هذه البلده خاصه وحنا ضياف عندها، ربي يسدد خطاكم، وربي يوفقكم العمل الصالح، والله يحفظ عليكم الازواج والذريه نتاعكم، الله يطول عمركم في طاعه الله، ويمن عليكم بالايمان والعمل الصالح. واللي هو مسؤول علينا في هذه البلده ربي نسال الله ان يسدده وان يصوبه وان يرشده وان يوفقه لما يحب ويرضى. واللي عنده شيء امانه الله يوفقك لاداء الامانه الى اهلها. وإمام هذا المسجد ربي يوفقك لأداء هذه المهمة العظيمة، والناس اللي معاه ورواد المسجد في هذا وفي الجامع ليه هنا ولا هنا، الله يفتح عليكم بالخير والعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.